كان هذا الموضوع شوي موضوع يعني تناقشنا فيه كثيرا في وزارة التربية. هو قانون معروف، نعم، اللي يغيب هالقد ينفصل. أحسن. وبي استثناءات، خلينا نقول بي استثناءات بسيطة. نعم، لكن الطلاب ما غابوا اعتبارا وبطرا، كانت هناك ظرف يمر به البلد، كان هناك يعني مشاعر مست جميع الطلبة حقيقة. يعني أنا شخصيا عندما أزور المدارس وألقى الطلاب هم يطالبون بالإضراب وكذا، ويطالبون بالوقوف مع الشهداء ومع دعوات الإصلاح وكذا، نقف يعني كأنما أمرا بين أمرين. الأمر الأول أنه أنا ملزم أنه أمض العملية التربوية وأنه أحاسب الملاكات وأحاسب الطلاب على الغياب وخوف عليك من طول سنة. أي، وأيضا أنا أنظر إلى هذا الطالب مثل ابني اللي ما أريد، يعني ربما أنا أكبر منه بالسن وأعرف وعندي عمق يعني في النظرة، وأعرف أن